بيستفيدوا من برنامج العلاج تيد، يلي هو برنامج العلاج التفاعلي التطوري، يلي بياخد شكل اللعب الموجه من قبل الراشد لتطوير مهارات التواصل غير الشفهي عند الولد. يعني مثلا انه يقدر الولد من عمر كتير صغير يطلب الغرض اللي بده اياه عبر الدلالة او حتى عبر النظر على الغرض. كمان بيهدف هذا البرنامج لتطوير التفاعل الاجتماعي بين الولد ومحيطه. وبيشتغل هذا البرنامج على أسس وظيفية أبرزها التقليد، يعني أنه يقدر الولد يقلد الراشد يلي مقابله، وكمان أنه يقدر يأخذ مبادرة ليطلب الغرض يلي بده إياه، وكمان أنه يقدر يتحكم بالسلوكيات يلي عنده إياها. ولحتى نقدر نحصل على نتيجة كتير مهمة، لازم الراشد يشتغل وفق ثلاث مبادئ أساسية بيرتكز عليها برنامج تيد، وهي أولا أنه يكون جاهز، يعني الجهوزية، ويكون هادئ لحتى يقدر يتلقى أقل مبادرة من الطفل، كرمال يقدر بالمقابل يبادله بالغرض يلي بده إياه. وهذا الشيء بيصير ضمن غرفة خالية من أي محفزات بصرية أو سمعية لحتى يقدر الولد يركز على النشاط اللي عم يقترحه عليه.